هنعمل النهارده وصفه ليها عشاقها او ليها الناس اللي بتحبها، وهي العكاوي. العكاوي هي الديل بتاع الذبيحه، بتجيبيها كامله الديل كامل وانت تقطعيها، او اسهلك خلي الجزار يقطعها لك على حسب الحجم اللي انت عايزاه. طعمها حلو جدا، عايزه اقول لكم يعني فيها زي ما بنقول قرقاده كده، او الناس اللي غاويه الحاجات اللي فيها عظم بتبقى حلوه جدا، واللحمه عموما اللي بتبقى قريبه من العظم او الغضاريف بيكون طعمها حلو جدا. سهله وبسيطه، في ناس بتديها سلقه، بس انا هعملها النهارده بطريقه مختلفه هتديكي طعم حلو جدا. يعني العادي او التقليدي ان احنا بنستوها، لكن انا النهارده هعملها بخلطه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا نسمي بالله ونشوف موضوع العكاوي ازاي نعمله ومقاديره سهله ازاي. معايا عكاوي مقطعه على حسب بقى انت هتجيبي ديل كامل، هتجيبي هو يديها لك بالكيلو ايا كان. معايا بقى خضار كتير، بصل وفلفل الوان وكرفس وطماطم شيري او طماطم عاديه، معايا كمان فلفل حامي، عصير طماطم، ميه مغليه، زيت وسمنه وثوم مفروم، حبهان، ورق لورا، مستكه، شطه مطحونه او شطه مجففه برده ممكن انت تكسريها كده بايدك، وعندي كباب صيني وملح وفلفل بس، ما عنديش حاجه ثانيه. يعني مقادير سهله قوي وبسيطه، اي خضار قادره ان انت تحطيه حطيه. انا كمان النسخ اللي مجهزاها بتاعه العكاوي الطاجن حاطه فيها جزر، فانت ممكن برده تحطي جزر، حطي مشروم، تحطي اللي انت عايزاه. طيب انا اول حاجه عندي هعمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. نجيب كده حته سمنه صغيره ونبتدي ننزل اهو. طيب انا ممكن ان انا احط كله مع بعضه، يعني انا عندي فيديو على الصفحه كل حاجه مع بعض، حطيت الخضار مع العكاوي مع البهارات مع كل حاجه مع عصير الطماطم، وقلبتهم وغطيت او كمرت الطاجن كويس جدا وسبته يستوي. وجي جربت طريقه ثانيه ان انا شوحت العكاوي الاول مع شويه ملح وفلفل وشويه حبهان ومستكه لو عندك كمان هتبقى حلوه جدا. فبالتالي طعم التشويح بتاع الحاجه سواء لحم او عكاوي بيديكي نتيجه حلوه جدا، بس عايزين تعملوا دي اعملوها، عايزين تشوحوها تشوحوها. وانا عامله العكاوي مخصوص عشان مدام خديجه اللي كلمتني قالت لي يا توتا نفسي في طاجن العكاوي، فبالتالي يعني يقدروا ان هم يجربوه، او مدام خديجه ان شاء الله تكون بتتفرج على الحلقه وتقدر ان هي تجرب. طبعا الطاسه كالعاده لازم تكون سخنه جدا، ما ينفعش ان انا انزلها وتبقى هاديه، يعني اول ما تنزل تاخد الصدمه عشان تتشوح معايا على طول. انا هنزلهم هنا وهكمل بقيه الحاجه. ابتديت اسمع الصوت اهو زي ما انتم كده شايفين. عايزه اقول لكم بقى لما بتستوي طعمها بيبقى خرافه، يعني بتبقى انا هجيبك اهو، بيبقى طعمها حلو جدا، بتبقى دايبه دوب وشاربه من الخضار. الخضار ده نفسه اصلا بيبقى واخد طعم حلو قوي. عايزه انت من الناس اللي ما بتحبش العكاوي بطماطم او بتسبيكه، ممكن عادي تعمليها بشوربه بس او بميه هتبقى معاكي برده حلوه جدا. اهو ايوه هروح ابص عليه حالا اهو، بشوحها من كل الاتجاهات. طب تعالوا نعمل تكه صغيره بقى هتدي معايا طعم حلو جدا. ممكن زيك يا مروه، صباح الخير. صباح الورد، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انت يا عمر اخبارك ايه؟ منوره بنورك يا روح قلبي، ربنا يكرمك دايما كده ناجحه ومتوفقه يا رب. حبيبه قلبي ربنا يخليكي وما تحرمش ابدا من سمع صوتك، ودايما بصحه وسلامه كده ويبعد عنك المرض ان شاء الله. حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبك، ودايما كده مسمعاني صوتك الحلو. سلام يا حبيبتي، ما تتحرمش منك. يسلم لي قلبك يا روح. معلش كنت عندي طلب صغير. طلبين ثلاثه براحتك. سلام يا حبيبتي سلامي. سلطه الفاصوليا اللي في محل البيتزات. تمام. اللي هي المسكره. عينيا، انت عايزه اللي هي اللي بتبقى اخضر وابيض مع بعض ولا عايزاها الخضراء بس؟ وفلفل الوان وبصل وكده. عيوني انا بفكر اصلا اعمل لكم حلقه عن السلطات، ايه رايك؟ اه بالظبط. خلاص نعملها ان شاء الله، نعمل حلقه مخصوصه عن سلطات المطاعم عشان ما تشتروش اي سلطه من بره. يا حبيبتي تسلمي يا ربي. يسلم لي عيونك يا روح قلبي، يسلم لي قلبي. صباحك فل. صباحك زي السكر حبيبتي، نورتيني. مع الف سلامه. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت بصلايه اللي متقطعه اي تقطيع. الطواجن من الحاجات اللي مش بتحتاج قوي، يعني بصوا التقطيع عندي اهي مش بتحتاج قوي ان انا لازم بقى اقعد احنتف واحط المكعب قد المكعب، الكلام ده كله بيتهري في الفرن وبتبقى زي الفل. هبص برده بص على الفرن اشوف ايه الاخبار. البصلايه بتاعتي طلعت كل الطعم اللي فيها لما قلبتها بالملح والفلفل، والطاجن عمال يشكشك في الفرن اهو، والريحه روعه. يا صباح الهنا والسعاده، صباح الورده على عيونك. الو ازيك؟ ازيك يا روح قلبي؟ ازيك انت يا قمر عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي منوره الدنيا كلها. بنورك يا روح قلبي ربنا يكرمك. حاجه العيد بدري كده شفتي ما يطلبه المشاهدون والله ما انا
بس احسن احسن بدري كده. انا قلت عشان اللي يلحق يشتري حاجته يبقى بالزبط. مجهز على الاقل يجرب في البيت كده في كميه صغيره قبل ما يعمل عزايم العيد. طبعا بالظبط. في عزايم العيد يا توتا؟ ايه روحي؟ كفايه نقدر بس نعمل حاجه البيت. والله والله. بس بصي العيد بصراحه بيحب اللمه. ايوه طبعا. حتى لو مش هعمل عزومه او كميه كبيره بس الافراد البيت كده كلهم يتجمعوا ان شاء الله على طبق الفته اول يوم. دايما يا رب في الخير يا رب، وكل سنه وانت طيبه وكل كرور برنامج كل سنه وانت طيبه يا رب، ودايما منوره الدنيا كلها يا حبيبه قلبي. بنورك يا روح قلبي، ربنا يسعدك. ما تنسيش بالنبي يا توتا قولي لي تاني معلش ما سمعتكيش. الكفته، الكفته. انهي كفته؟ كفته الحاتي. كفته يعني يا دي رقم واحد، دي رقم واحد في المنيو اللي مكتوب ما تقلقيش. عيوني لك يا روح قلبي. ماشي يا حبيبه قلبي. ماشي يا روح، ربنا يسعدك يا رب. يا رب اللهم امين. صباحك زي الورد. صباح الورد يا حبيبه. الو. ايوه. ازيك يا قلبي شيف توت؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 11. 11 يا قلبي، قد بنوتي بالظبط. قولي لي بتحبي المطبخ؟ بحبه قوي. طيب بتعملي ايه مع ماما؟ بعمل كيكه، كيكه بالشوكولاته. كمان انت شطوره قوي بقى. انا كنت عايزه اعرف ازاي بعمل الكوكيز. كوكيز عينيا عيوني، هعملك حلقه عن الكوكيز واقول لك برده المقادير دلوقتي على طول. ممكن كمان يا ندى لو نجيبها على اكتبي كده في السيرش هتجيلك على طول، لو ممكن ناخدها على الشاشه لو معانا وقت. تمام يا روح. طيب انا هنا عملت ايه بقى؟ تعالوا نغير الجوانتي كده ونشوف ايه الدنيا. انا عندي العكاوي المفروض ان انا اديها تشويحه محترمه، يعني ان انا احمرها بحيث ان هي تاخد لون كرمله حلو جدا. طب اللون ده بيساعد في ايه؟ في حاجتين، بيديني طعم حلو وبيديني لون كمان حلو، مش بس فكره الطعم. يعني شايفين عندي لونها ازاي بقى حلو، وهتديكي في الاخر ريحه مش قادره اقول لكم. طيب البصلايه عندي هنا، تعالوا بقى ننزل بباقي الخضار، نلبس بس جوانتي كده وسريعا على طول نكمل بقيه الخضار. ميزه في الوصفه دي حاجه برضو يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، ما بتاخدش مواعين كتير، وانا واحده من الناس ما بحبش المواعين ابدا، يعني ااكل عزومه 20 فرد ولا اني اقف اغسل مواعين كتير، فبالتالي الوصفه دي او الوصفات الحله الواحده بتبقى بصراحه لطيفه جدا. يعني انا في الاخر احط كله في حله واحده، هدخل في الطاجن وتبقى كده اكلتي جاهزه. شويه فلفل بقى كده ندلع الامور. اهو ازيك يا هنود؟ ازيك يا سوسة؟ عامله ايه يا قمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبارك انت؟ اهو عامله عكاوي بقى، عايزه شويه رز حبايه وحبايه وتيجي تنوريني. يسلم ايديكي الف عمل. يسلم قلبك يا روح. معلش عندي سؤال. يس اسالي طبعا براحتك. ربنا يخليك. بصي انا الزبده شرايح. الزبده؟ الكبده. كبده. كبده مالها؟ بصي عايزه اسبلها. اتبليها ازاي؟ عايزه تتبليها، عايزه تعمليها ايه، مشويه ولا عايزه تعمليها بالرده ولا ايه؟ برده. بالرده عينيا، هقول لك دلوقتي تتبيله هتطلع معاكي زي المطعم بالظبط. معلش النهارده حالا انت هتقفلي دلوقتي وتلاقيني بقولها لك على طول. شكرا حبيبتي، صباحك زي الورد، يسلم لي عيونك يا روح. طيب الكبده، هجيب عندي الكبه او الهون ايا كان انت بتستخدمي ايه، هحط فيه فلفلايه رومي، احط فيه خل، ليمون، كمون، كزبره، رشه بهارات لحمه بسيطه جدا، نقطتين خل، واضرب كل ده عندي نعمه. لو انت بتحبي الحاجات المشطشطه حطي كمان فلفل حامي، قرن فلفل حامي، هتبقى يعني روعه جدا مع الطعم. هخلي الخلطه دي تبقى سايله شويه، يعني هتبقى الليمون مع الخل مديها شويه سيوله، احط فيها الكبده 10 دقائق مش اكتر من كده. بعد كده بطلعها على الرده، طبعا بشيل اي تتبيله من على الكبده وابتدي ان انا اقليها. الرده الكبده مش لازم تريح في الثلاجه او في الفريزر عشان الطبقه ما تفكش، لا سمي بالله واقليها على طول، هتطلع معاكي حلوه ودايبه وزي الفل. كمان نقطه ما تطولش على النار، يعني قطعه او دور الكبده الواحد مش هياخد عندك اكتر من 3 دقائق. 3 دقائق وطلعيها على مناديل مطبخ هتبقى معاكي زي الفل، وطريه شويه سلطه لسان عصفور كده بتبقى الاكل عندي تمام التمام. شوفوا بقى الالوان عندي حلوه ازاي، العكاوي في ثوبها الجديد زي ما بنقول، دايما متعودين العكاوي مسلوقه وتطلع تتحط في الطبيخ وكان الله بالسر عليم. الوصفه النهارده مختلفه، سهله، تكات كده بسيطه قوي وتتبيله بسيطه هتفرق جدا في طعم الوصفه بتاعتي. زي ما قلت لكم انت مش حابه تسبكيها بطماطم، عادي جدا اسقيها بميه او بشوربه لو عندك، هتفي بنفس الغرض، يعني مفيش اي حاجه يعني ما تنفعش في الوصفه دي. انا هخلي الطاجن كده اكمل بس حاجتي وناخده على طول. هعمل كمان تكايه دلوقتي معاكم في الاخر بعد ما الطاجن يستوي، هتديني طعم وريحه خرافه مش قادره اقول لكم، والله الريحه روعه. انا طبعا لسه ما حطيتش الملح، بيفضل ان انا احط الملح في نص السوا عشان ايه، يعني العكاوي ما تاخدش وقت. زي ما قلنا هحط طماطم
يبقى هي هتطلع زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. مش عايزه طماطم هتحطي شوربه او ميه مغليه هتطلع بيضه، يعني دي بتاعتك انت. وادي اهو، بس بقى انا هعمل برضو حركه، اديها تقليبه. عايزه تسيبيها غلوتين على النار التسبيكه كده تتشمع وتبقى حلوه، تبتدي تتسبك ممكن مفيش مشكله، بس انا عشان هنقلها في الطاجن التاني وادخلها الفرن فبالتالي هكمل عصير الطماطم قدامكم دلوقتي على طول، ويبقى كده اكلتي خلصت وتمام التمام. مش فاضل غير تكه صغيره هعملها حالا في الطبق اللي هيخرج وتبقى الموضوع عندي خلصات. اهو عندي طاجن بقى فخار، بايركس، اي حاجه عندك تقدري ان انت تحطي فيها. شوفوا بقى الحاجات اللي نازله دلوقتي واللون عامل ازاي. انا هعمل تكه اخيره، هزود شويه فلفل اسود. اهو شايفين الخضار ده اصلا هتتخانقوا عليه اكتر من العكاوي كمان. سمي بالله اهو، بصوا بقى، بصوا الدلع بقى واللون، روعه، تجديد عن العكاوي المسلوقه اللي احنا متعودين ايه عليها. نزل كل الحاجات دي، مش هسيب ولا فتفوته في الوجبه بتاعتي او الطاسه. اهو شوفوا بقى اللون، ما عنديش طماطم شيري عادي جدا، ما انا اكيد مش على طول برضو عندي طماطم شيري، بجيبها كده لما اكون هزين حاجه، فبالتالي استخدمي الطماطم العاديه جدا بتاعتنا. ادي اهو، ونبقى خلصنا التسويه. بقى هكمل بقى شويه عصير الطماطم كده ينزلوا يتدلعوا عندي على وش الطاجن. عايزه اقول لكم الريحه خرافه. ادي اهو، هعمل ايه بقى؟ انا مش هزود ميه تاني ولا هزود اي حاجه. خدوا بالكم ان الخضار برده لسه هينزل الميه بتاعته. وهاخد نظره اخيره، الطاجن عمال يشكشك، لازم يطلع حالا. اهو تعالوا بقى نطلع الطاجن بتاعنا اهو، ياخد بس وش كده. هيدخل بقى الفرن قد ايه؟ هقول لكم برده تكه التسويه لانها مهمه جدا جدا. هيدخل الفرن على 140 لمده 3 ساعات، ويمكن حد يستغرب من الرقم المده، بس العكاوي من الحاجات اللي بتحب سوى البطيء، بتديكي نتيجه. هوريكم دلوقتي هتطلعي حته اللحمه فاصله جدا عن العظم، فخطوه التسويه دي مهمه جدا. مقفول طبعا بالفويل عشان يكمر كل الحراره. سمي بالله، كان بودي ان انا امسك لكم كده حته بايدي زي ما بيعملوا الشيف اياه، يمسك كده حته الموزه وتلاقي اللحمه نزلت، بس طبعا سخنه جدا يعني. هطلع لكم برده بالمعلقه عشان ايه تقدروا تشوفوها. الاكله دي بتحب معاها ايه؟ عايز تاكليها بعيش مفيش مشكله، عايز تاكليها برز حبايه وحبايه اللي هو دقن الشايب كده زي ما احنا بنقول برده مفيش مشكله. ازيك يا منول؟ صباح الفل عليك. صباح السكر يا روح قلبي. تسلم ايديكي على اللي فعلا. انا بص انا ما عملتش العكاوي دي قبل كده. طب حلو، بس انت هتشجعيني ان انا اعملها. شجعتك اهو. طب الحمد لله. لا حلوه وسهله وخفيفه على فكره. بس استني بقى دلوقتي يا منال، لما اطلع حته كده بالمعلقه هتلاقيها دايبه دوب. لا لا تسلم ايديكي بجد والله يا شيخ، يعني فعلا بتسهلي لنا كل المواضيع في الاكل. ربنا يفرح قلبك، انا عينيا ليكي والله. والنبي بس كنت عايزه اسالك، بس انا جايبه كميه باميه. في ناس بتقول لك بعد ما احنا يعني بنقشرها وبننضفها نغلي ميه ونحطها فيها. ميه يا دوبك بنقطتين ليمون ورشه سكر. كده يعني تعيش اكتر؟ هتعيش معاكي، بس تخرج من الميه السخنه دي على ميه متلجه جدا، يعني ميه ساقعه قوي بحته تلج مجروش. طب خلاص هتطلع معاكي زي الفل. احنا في اوان الباميه دلوقتي، هعمل لكم حلقه ما تقلقيش عن التخزين. ما تقلقيش والله. هتعملها لنا امتى؟ هعملها لكم ان شاء الله اخر، ممكن نعملها يوم الثلاث. نعمل باميه وملوخيه بقى شيف توت. عينيا يا سلام، انتوا بس اموره وانا عينيا ليكم والله. تسلم ايدك يا حبيبتي قلبي. تسلم قلبك يا روح قلبي. صباحك زي الورد. طيب بصوا بقى، انتوا ما خدتوش بالكم دلوقتي انا بعمل ايه. انا حطيت كباب صيني، والتكه دي شفتها عند شيف محمد صلاح وجربتها طلعت، وطبعا بقدم له شكر من هنا. شويه كباب صيني على توم على رشه ملح، وبعمل ايه؟ بحطها عندي على الطاجن بعد ما استوى اهي، شايفين؟ واقلب بقى الدلع ده كله اهي. الطعم بيكون خرافه، مش قادره اقول لكم الطعم بيكون حلو ازاي. وهي كمان هنا الله بقى شويه الخضار ده بالدنيا كلها. هعمل ايه؟ هاخد حته كده معاكم. اذا بصوا اللحمه عامله ازاي، بصوا اهي، بصوا مش محتاجه، دايبه دوب، دي مستويه لسوى البطيء اللي انا قلت لكم عليه اهي. ساعتين على 140 هتطلع معاكي دايبه بنفس الشكل، ولا محتاجه سكينه ولا محتاجه اي حاجه اهي، شايفين؟
شويه حته رز بقى وتبقى خرافي. يعني مش قادره اقول لكم اللحمه دايبه ازاي. ان شاء الله يا رب تجربوا الوصفه وهستنى تطبيقاتكم على صفحتي مطبخ توته مراد. تعالوا بقى هدي تقليبه وانتوا خارجين وناخد فاصل ونرجع لكم على طول من تاني.